أهلا بكم. قالت مجلة فورين أفرز الأمريكية أنه ربما تكون هذه اللحظة هي الأهم للعراق للتخلص من نفوذ إيران، ليس لأن الظروف ناضجة في العراق بل لأنها ناضجة أيضا في إيران بسبب الإنهاك الذي تعانيه طهران وضعفها من جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية ودعمها لوكلائها الإقليميين، حيث اضطرت مؤخرا لخفض إنفاقها العسكري وفق المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك. لكن المجلة الأمريكية تعود لتؤكد أن توقع اضمحلال نفوذ إيران بين عشية وضحاها هو ضرب من الخيال، لأن الميليشيات المنضوية في إطار ميليشيات الحشد رغم أنها الآن تحت جناح القوات العراقية إلا أنها تدين بالولاء الكامل لطهران وتنظر لنفسها على أنها قوة عراقية لكنها ملتصقة بإيران تماما. قدرة الكاظم على نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة فقط وإزاحة النفوذ الإيراني من العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما هي أدوات القوة والقدرة التي بحوزة الكاظم والتي استند إليها عندما أطلق تعهده بنزع سلاح الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة؟ وهل ثمة ظروف ناضجة في العراق فعلا لقيام الكاظم بكبح جماح الميليشيات ونزع سلاحها وحصره بيد الدولة فقط كما تقول مجلة فورين أفيرز؟ وهل من مصلحة القوى والأحزاب الطائفية أصلا تحجيم الميليشيات وسحب أسلحتها بعدما أصبحت هي صمام أمان هذه القوى فقط؟ ولماذا تراهن بعض الدوائر الأمريكية على الكاظم في إزاحة إيران وتقليص نفوذها الذي ترسخ في العراق بعد العام 2003؟ وهل ستطلب الولايات المتحدة الأمريكية من حكومة الكاظم التصدي بشكل أكثر جدية للهيمنة الإيرانية ووكلائها في الحوار الاستراتيجي المزمع عقده في شهر حزيران القادم؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الوهاب القصاب، ثامر العلواني. بسم الله الرحمن الرحيم. تحجيم دور الميليشيات الحديث الحاضر في كل بداية حكومة جديدة منذ عهد حيدر العبادي بعد أن قوي نفوذها إبان الحرب مع تنظيم الدولة مرورا بعهد عادل عبد المهدي وصولا إلى مصطفى الكاظمي. الرابط الأبرز بين الثلاثة أنهم تسلموا المناصب بموافقة إيرانية غضت واشنطن الطرف عنها رغم إبرازها العداء مع خصومها في النفوذ إيران، لكن الفرق بينهم في ظروف التنصيب ومعطيات المرحلة، ليصبح حديثهم عن حصر السلاح بيد الدولة متوقف على نية الطرف الأمريكي في تأييد هذا الاتجاه، إضافة إلى ما هو أهم منه ألا وهو صدق النوايا لدى هؤلاء الثلاثة من عدمه. في عهد حيدر العبادي لم تكن أمريكا جديا تريد نزع سلاح الميليشيات، وهو ما ذكرته صحف أمريكية أكدت أن الكاظمي باستطاعته وبسهولة تنفيذ عملية نزع سلاح الميليشيات لعدة اعتبارات، منها تمكن الضربات الأمريكية من إضعاف نفوذها ودخول إيران في أزمة خانقة على مستوى كامل مشروعها التوسعي، إضافة إلى تمكن ثورة تشرين من تعرية حقيقة الميليشيات وفضح أكذوبة دفاعها عن وحدة العراق. الظروف مناسبة ووضعت الكاظمي في ميزان الحقيقة وأزالت من أمامه كل العقبات التي قد يتذرع بها للتنصل من مسؤولية الفلتان الأمني. لكن بدء الكاظمي حكومته بالتقرب من الميليشيات ولقاء زعمائها يبين توجه الرجل في التودد لهذه الميليشيات، ويؤكد حقيقة أنها الضامن لبقاء العملية السياسية والوصي عليها، وهذا ما ستكشفه الأيام القريبة القادمة. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في قدرة ورغبة الكاظمي على نزع سلاح الميليشيات وحصره بالدولة كما تعهد بذلك في بيان التشكيل الحكومي بعد تشكيل حكومته. ضيوف طاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من واشنطن الدكتور عبد الوهاب القصاب، زميل المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة، وأيضا معنا من عمان الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بالضيوف جميعا.
نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، تعهد الكاظمي في بيان التشكيل الحكومي أنه سينزع سلاح الميليشيات، وطبعا كرر هذا التعهد أيضا مؤخرا أنه لا سيادة إلا للدولة والسلاح سيكون بيد الدولة وليس هناك من أحد فوق الدولة، وهو التعهد الثاني بعد قضية التعهد بإجراء الانتخابات المبكرة النزيهة والحرة. ما الذي يملكه الكاظمي من أدوات القوة، أدوات القدرة على تحجيم هذه الميليشيات ونزع سلاحها بعدما أصبحت دولة فوق الدولة؟ الآن الميليشيات خاصة ميليشيا الحشد فوق الدولة تماما. والسؤال الأهم، أهم من هذا كله، هل الكاظمي فعلا يريد، راغب جاد في نزع سلاح الميليشيات، ميليشيا الحشد، وهي التي أصبحت صمام أمان للقوى الطائفية في العملية السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أرحب بك أستاذ ماجد وضيوفك الكرام. بداية ربما يعني علينا أن نقول أنه مصطفى الكاظمي مر بفترة، فترة موافقة الميليشيات قبل أن يتم تنصيبه رئيس للوزراء، وهذه الميليشيات تابعة لإيران، فالموافقة جاءت من إيران مثل ما جاءت من أمريكا. هناك يعني جزء من توافق أو اتفاق معين على تنصيبه، وبدليل أنه قبل تنصيبه عقد اجتماع في أحد بيوت المسؤولين في العملية السياسية، أحد رؤساء أحزاب العملية السياسية، وحضر دنائي، حسن دنائي، وحضر مسجدي السفير الإيراني، وتم وحضروا كل رؤساء الأحزاب، ما يسمى بالبيت الشيعي بين 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 هلالين، وكل رؤساء الميليشيات، وتم الاتفاق على تمرير الكاظمي. رغم ذلك، يعني رغم هذا الموضوع، احدهم خرج اللي هو جواد الطليباوي، يعني مسؤول في عصائب اهل الحق، قال الموافقه على الكاظمي بالنص، قال يعني الاجبار على اكل جيفه. الموافقه على تنصيب الكاظمي هو إجبارنا على أكل جيفة، وهذا كلام كبير جدا، وما كان يمكن لهذا الرجل أن يقول هذا الكلام لو كان يعتقد أن الكاظمي قوي ويمتلك أدوات ممكن أن تحاسبه. والدليل الآخر أنه قبل يومين، والحديث يجري عن حوار أمريكي إيراني، خرج يعني الأمين العام لكتائب، ما يسمى كتائب سيد الشهداء أبو علاء الولائي، لي يهدد الكاظمي. قال انه الذي لا يقول لامريكا اخرجي ويعاقبها ايضا هذا خائن، واحنا اذا سكتنا عليه احنا ايضا خونه. فبالتالي هؤلاء يشعرون بالقوه، لا يمكن ان يشعروا بالقوه وهم يعرفون ان الكاظمي قوي ويستطيع ان يقمعهم ويستطيع ان يسحب سلاحهم. هذه نقطه. الثانيه، قضيه السلاح وسحب السلاح والغاء الميليشيات، هذه قضيه جدليه، لأن الحكومة أصدرت بمساعدة البرلمان أصدرت قانونا وجاءت بالميليشيات واعتبرتها جزء من الدولة. والسلاح الذي تتحدث عنه بناء الدولة وأجهزتها ميليشياوية، فبالتالي السلاح هو بيد الميليشيات. عندما تتحدث عن سلاح خارج الدولة، هي الميليشيات كلها منضمة تحت لواء الدولة. إذن السلاح أين هذا اللي خارج الدولة؟ أدمن. هذه قضية جدلية، قضية لا يمكن قبولها. فإذا السلاح هو بيد الدولة، وهو بيد الميليشيات في نفس الوقت، لأن الدولة دولة ميليشيات وهي الحاكمة. والنقطة المهمة أيضا أنه الكاظمي مثل ما قلنا لم يأتي إلى سدة الحكم إلا بموافقة ومباركة الميليشيات. إذا هو وجاء حتى بوزارته، وزارة توافقية مثل ما سميت، لكن هي وزارة محاصصات أعطيت لكل هذه الميليشيات والأحزاب الميليشياوية. وهو زار ميليشيا الحشد، زار ميليشيا الحشد وارتدى سترة ميليشيا الحشد، وكانت أيضا فيها رسالة واضحة. واحد من النقاط عليها يعني، وهذا هذا هذا قبل أن يذهب إلى مقر الحشد الشعبي. نعم. بذهابه إلى مقر الحشد الشعبي أسقط كل النظريات الأخرى التي تتحدث أنه ممكن أن يقف. ذهب إليهم وقال أنكم قرة عين العراق، وقال أنكم رأس الرمح، قال عنهم أنهم رأس الرمح في معارك القادمة. نعم. وارتدى سترتهم، ارتدى ثيابهم. نعم. و يعني قام بحركات
بالانحناء لهم والولاء لهم، لا يمكن أن يقوم بها أي رئيس وزراء، حتى يعني رؤساء الوزراء السابقين مثل ما نعرف ولاهم أيضا للميليشيات مثل عادل عبد المهدي وحيدر ونور المالكي، لكنهم لم يفعلوا مثل ما فعل، لم يفعلوا مثل ما فعل في ارتداء ثوب الميليشيات والانتماء إليهم ويقول لهم أنتم حرة الكرام. فبالتالي هذه مجرد كذبة، هو جزء من هذه المنظومة، وهذه المنظومة يجب أن تبقى لأنه إيران تريدها أن تبقى، والفوضى يجب أن تبقى، وبقائها بقاء للعملية السياسية. نعم، أشكرك دكتور عبد الوهاب القصاب في واشنطن. مجلة الفورين أفيرز تقول أنه في العراق الآن اليوم ظروف ناضجة لإزاحة إيران وتحجيم وكلاها وأدواتها في العراق، وأيضا الظروف أيضا ناضجة في إيران بسبب ضعف إيران جراء العقوبات الاقتصادية وأزمة كورونا وغيرها من المشاكل الداخلية، وحتى أنه إيران خفضت دعمها العسكري للميليشيات في العراق. ما هي ملامح هذه الظروف الناضجة في العراق لتحجيم الميليشيات وإزاحة إيران واستنقاذ العراق من مخالب إيران؟ مرحبا، تحياتي لك ولضيفك الكريم صديقي عزيز أبو مروان وللسادة المشاهدين. الحقيقة هنالك حقيقة يعني ينبغي أن تكون واضحة عندما نحلل الوضع أو العلاقة الملتبسة بين العراق وأمريكا وإيران. العراق بالنسبة لإيران هي الساحة الأخيرة للقتال على أهدافها الإقليمية، ولذلك فقد أسست لها في العراق حضورا قويا. الميليشيات فقط واحدة من أوجهه، يعني كان هنالك نفوذ اقتصادي واسع النطاق، هناك نفوذ مخابراتي واسع النطاق، وهناك اليد الضاربة التي هي مجموعة الميليشيات التي لفقت تحت يافطة سميت بالحشد الشعبي. نأتي إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كما تعلم أنت الغرب يعمل باستراتيجية تسمى الاقتراب غير المباشر، يعني يحاولون أن يحيطون بالشيء عندما لا تكون هناك يعني مجال للمناطحة المباشرة. فواحدة من وسائل الإحاطة غير المباشرة هو الإتيان بعناصر يمكن التعامل معها، وتحت هذه العناصر يمكن أن نضع مجموعة من الذين يقفزون على الحبلين، يعني يرى أين هي القوة فيقفز إلى جانبها، والكاظمي واحد من هؤلاء، والذي سبقه أيضا كان واحدا من هؤلاء، لا أقصد عبد المهدي وإنما أقصد علاوي. نعم. الذي رشح محمد علاوي ولا محمد توفيق علاوي. محمد توفيق علاوي، نعم. نعم. الآن هل أن إيران ضعيفة فعلا؟ الجواب نعم، إيران ضعيفة فعلا. إيران ضعيفة لأنها أنهكت اقتصاديا بشكل كبير، أنهكتها الكورونا فعلا. دكتور عبد الوهاب إذا سمحت لي، لنتحدث عن الظروف الناضجة في العراق لإزاحة إيران، وثم قد نناقش إذا سمح الوقت في الظروف الناضجة في إيران وهي قضية ضعفها كما تقول الفورين أفيرز. الظروف في العراق تتحدث أنه ناضجة في العراق، كيف هي ناضجة؟ واحد حقيقة يعني واحد من أهم المظاهر نضوج المشهد العراقي لرفض إيران هو الرفض الحاضنة التي كانت تحتضن إيران في العراق. يعني أنت تعلم يعني أمس في الديوانية أحرقت وتيست بالأقدام صور رموز إيران الخميني وخامنئي في الديوانية، يعني في قلب المنطقة التي كانت تشكل حاضنة. جرى هذا في كربلاء، وجرى هذا في النجف أيضا، وجرى في البصرة. إذن هنالك رأي عام عراقي من الجهة التي كانت توالي إيران في العراق رافضا لها بشكل كبير. كل الذي يحتاجه هؤلاء الناس هو إن كانت هنالك قوة لكي تؤمن دفع لها. السؤال الكبير هنا، هل يمكن أن يمثل الكاظمي هذه الدفعة؟ جوابي على هذا في الظرف الراهن الآن كلا، الكاظمي لن يستطيع ذلك لأن أدواته غير مكتملة. دكتور لا اسمح لي أيضا خلق قاطعك، هذا الذي تحدثت عنه وهو الحاضنة الشعبية الناقمة والرافضة لإيران والنفوذ الإيراني ومهاجمة رموز إيران وإحراق صور رموز إيران، هل تعتقد أنه رقم صعب عامل مؤثر
في المعادلة السياسية الطائفية الموجودة في العراق التي نشأت بعد عام 2003، هل ستغير هذا، سيغير من واقع هذه المعادلة شيء؟ أنا أشعر عندما تأتي الصفحة الثانية وهو وجود القوة المانعة. نعم، الجواب نعم. الرأي العام الشيعي، دعنا نتحدث هكذا بشكل مفتوح، الرأي العام الشيعي في العراق بغالبيته أصبح الآن ناقما ورافضا لإيران لأسباب كثيرة، واحدة منها الإهانة أو إهانة الكرامة الشخصية للفرد الشيعي عندما جعلوه يركع على رجله ويقدم ويغسل أقدام مجموعة من الوسخين الذين أتوا من وراء الحدود. هذا حقيقة يشكل ساحة رافعة فيما لو تيسرت لدينا قوة في وقت ما سيكون بالإمكان إزاحة النفوذ الإيراني. أنا أعتقد بأن إيران الآن تتدحرج من التل، لكن الظروف الموضوعية حقيقة لم تكتمل لحد الآن لإزاحتها بشكل كبير، ذلك لأن المهيمن على العملية السياسية الناقصة في العراق هي مجموعة من العصابات والأحزاب التي لديها ميليشيات والتي لديها مصالح. هنا علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار مجموعة من القضايا النفسية والتي تتصرف بها هذه الميليشيات من جهة، والأحزاب التي تتبع لها من جهة أخرى. أنا أشعر بأن يعني إذا ما تيسر ظرف لقوة معينة عراقية بإمكانها أن تقف على رجلها وتقول لا للميليشيات، عندئذ في هذه الميليشيات، في كادر هذه الميليشيات رقم لا يقل عن 80% من المرتزقة سيلقوا سلاحهم وينهزمون، وحصل هذا في تاريخ العراق، لا أريد أن أقول متى، لكنه حصل في مفصلين من تاريخ العراق. الميليشيات أو الذين جندوا للدفاع عن أنظمة معينة عندما كانت الحديد ساخنا ألقوا سلاحهم ومشوا. نعم دكتور ثامر العلواني في عمان، هذا الحديث المتصاعد عن توجه الكاظمي لتحجيم الميليشيات، سحب أسلحتها، إزاحة النفوذ الإيراني، هل يعقل أن هذه أو حتى الكاظمي الذي دعم من قبل الميليشيات هو لم يصل إلى منصب رئيس الوزراء إلا بدعم الميليشيات وبدعم إيراني، وهذا ما أشار له الدكتور رافع الفلاحي قبل دقائق، هل هذه الميليشيات أو القوى الطائفية في العملية السياسية وهي القوى الفاعلة، العملية السياسية الحقيقة البقية عبارة عن ملحقين أو ديكور، ستسمح بالمس بالميليشيات بهيمنتها بسلاحها بنفوذها سواء من الكاظمي أو من غيره، فضلا عن الكاظمي، يعني هناك من يؤكد أن الرجل لن يمس بهذه الميليشيات لأنه هي صمام أمان للعملية السياسية وخاصة قواها الطائفية. حياكم الله أخي الكريم أستاذ ماجد وضيوفك الكرام. أولا لا الكاظمي ولا غير الكاظمي ممن يسعون إلى السلطة وتسنم هذا المنصب هم أتوا لأجل خلاص العراق ونجدة العراق، هم أتوا لأجل أن يحصلوا على مكاسب ومغانم المنصب ونهب أموال الشعب العراقي، ولذلك هو وغيره يسعى جاهدا لتنفيذ رغبات دولية تضرب الشعب العراقي، وأخص بالذكر أمريكا وإيران. الكاظمي يحاول أن يقوم بدور الوسيط الآن بين أمريكا وإيران لكسب رضاهم، وليس في حساباته أبدا خدمة الشعب العراقي ولا إنهاء ملف الميليشيات. أمر آخر وهو مهم جدا، علينا أن نعلم أنه الجانب الأمريكي هل هو فعلا جاد في إنهاء ملف الميليشيات ويروج للكاظمي على أنه هو المخلص للعراق؟ للأسف الجانب الأمريكي في ملف الميليشيات هو غير جاد حقيقة في إنهاء هذا الملف. طبعا هناك من يريد إنهاء هذا الملف لكن يذهب إلى طريق غير مجدي، لأنه لا يخضع إلى دراسة حقيقية في إنهاء الميليشيات في العراق، ولذلك يسلكون الطرق أو الطريق الذي يؤدي إلى إنهاء الميليشيات شيئا فشيئا بدعم حكومة الكاظمي، وهذا الطريق فاشل وقد جربوه عدة مرات.
وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن الأمريكان غير جادين حقيقة في إنهاء الملف الميليشياوي. ليس لأنهم عاجزون وليس لأنهم لا يملكون خطط، وإنما لعدم رغبة أمريكا في ذلك، لأنهم لا يريدون إنهاءها بشكل كامل، وإنما تحجيمها وإعادة توازن القوى في الساحة العراقية، وهذا هو الذي يجري الآن. التقرير الذي ذكرته الصحيفة يعتمد على ضعف إيران اقتصاديا وسياسيا. إيران صحيح تعاني اقتصاديا معاناة كبيرة، اقتصادها منهار، تفشي فيروس كورونا زاد من عزلتها، وهذا ما زاد من معاناة إيران، لكن هذه الصحيفة تتبنى تحليل على ضعف إيران اقتصاديا وضعف دعمها للجماعات العسكرية في العراق والإنفاق عليها. هذا صحيح من جانب، لكن غاب عن هذا التقرير جانب مهم، أن هذه الميليشيات أصبحت تمول نفسها من أموال العراق، أصبحت هي من تدعم الاقتصاد الإيراني، تدعم من جانب أولا كل أموال هذه الميليشيات تذهب في بنوك إيران واستثمارات في إيران. جانب آخر وهو ما تفعله يوميا خصوصا في موسم الحصاد الزراعي، تدمير اقتصاد العراق، حرق المحاصيل الزراعية، عدم السماح بتفعيل المعامل الانتاجية في العراق، منع دخول أي شركات استثمارية في العراق ليكون العراق سوق خاص لتصدير البضائع الإيرانية. فالتقرير لم يركز على هذا الجانب المهم، لذلك أحد الحلول لإنهاء ملف الميليشيات إن كانوا هم صادقين هو إيقاف تمويلها ومنع سرقتها لأموال الشعب العراقي، طبعا من خلال رواتب الموظفين، عفوا رواتب الفضائيين التي تجاوزت 80,000 على بعض الإحصائيات، وأنا متأكد أنها أكثر من ذلك بكثير. كل مرتباتهم تذهب إلى زعماء الميليشيات وجوانب أخرى، منها منع أيضا موارد الميليشيات، منع تسلطهم على المنافذ الحدودية. المنافذ الحدودية الآن تدر مليارات الدولارات على مدار السنين الماضية، كلها تذهب إلى جيوب هذه الميليشيات ولا يدخل في خزينة الدولة منها شيء. أمر آخر وهو مهم جدا، منع تدخلهم في الملف الأمني، لأنه من خلال الملف الأمني وسيطرتهم على المدن هم يمولون نشاطاتهم الإرهابية، يسيطرون على محافظات عدة في العراق، في الأنبار، صلاح الدين، الموصل. هذه الملفات إن كان الكاظمي حقيقة هو جاد، بإمكانه أن يقدم على هذه الخطوات أولا، ثم بعد ذلك يمكن أن نقول أنه سينجح أو لا ينجح، لكن في الأصل هو الكاظمي ليست لديه رغبة ونوايا حسنة في إنهاء ملف الميليشيات. والدليل عندما يلبس لباس الميليشيات زي الميليشيات، وعندما يذهب إلى الميليشيات، إلى مقر الميليشيات، ويقول أنتم أملنا وأنا داعم لكم وهذا الكلام الكثير، ومباشرة بعد ذلك نرى أن هذه الميليشيات تتسلط على أهل سامرة وتمنعهم من التصرف بأملاكهم. ونجد أن أكثر من 20 محاولة خلال فترة حكم الكاظمي تجاوزت على المتظاهرين وانتهكت حقوقهم. إذن ليست هناك نوايا عند الكاظمي ولا غيره في إنهاء ملف الميليشيات، والدليل الأكبر على ذلك قلنا في محاضرة سابقة، عفوا في على منبركم في جلسة سابقة، أن مسرحية ميليشيات ثأر الله عندما أغلقها الكاظمي وسلط الإعلام الضوء عليها كانت هي كذبة، لأن الآن ميليشيات ثأر الله في البصرة تشكر الكاظمي على أنه أعاد فتح المقر وممارسة مقرهم منهم في البصرة. واضح، أشكرك دكتور. دكتور رافع الفلاحي، هناك بعض الدوائر الأمريكية الحقيقة تراهن على الكاظمي في إزاحة النفوذ الإيراني والتصدي للميليشيات الطائفية وسحب سلاحها، وطبعا هذا طبعا هناك فريقان نتكلم عن هذا الفريق الذي متفائل بقدرة الكاظمي على التصدي للنفوذ أو الهيمنة الإيرانية، وأن هذا الفريق يوصي بالصبر على الكاظمي ودعمه وإسناده لإنجاز هذه المهمة. يعني هذا الفريق الأمريكي على ما استند في هذا التعويل أو الرهان على الكاظمي، ما هي المعطيات التي يراها أنها تؤهل الكاظمي أو الكاظمي بالاستناد له أنه مؤهل للقيام بهذه المهمة العصيبة؟ أنا أعتقد أستاذ ماجد كل هذا الذي يجري
يعني سواء هذا الحديث الأمريكي اللي حضرتك تنقله الآن، نعم، أو سواء ما نقرأه في بعض الصحف التي تدعي أنها عربية وتمول، نعم، برأس مال عربي وتعبر عن الفكر الأمريكي والفكر الغربي، كل هذه تطبل للكاظمي. هذه جزء من دعاية لتثبيت الكاظمي ولجعل العراقيين يقتنعون بأن الكاظمي يمتلك عصا سحرية أو هو المخلص للعراقيين، فبالتالي هذا جزء من التضليل، جزء من عملية حقن الشعب بمادة مخدرة لكي يهدأ ولكي يترك ثورته. العوامل أريد أن أقول، ربما هذا جزء من سؤالك الدكتور عبد الوهاب، يعني العوامل الداخلية في العراق لا يمكن أن تنشأ مثل ما نعرف الآن في كل العالم. عواملك الداخلية لا يمكن أن تكون يعني منعزلة عن العوامل الخارجية، فأنت بعواملك الداخلية وعواملك الخارجية تستطيع أن تكون صورة لما يمكن أن يحدث في الداخل العراقي. هناك مشاكل كبيرة، هناك اقتصاد منهار، هناك أزمة مالية كبيرة جدا جدا بسبب انخفاض النفط، هناك الكورونا التي بدأت تعصب، هناك التظاهرات موجودة، هناك الميليشيات، هناك الفساد، هناك الخراب، هناك أمور كثيرة جدا جدا، وأهمها الموضوع الاقتصادي اللي لحد الآن لا يستطيعون الآن يقولون، يعني يوم بيوم يقولون ربما الشهر القادم سنعطي رواتب أو لا نعطي رواتب. والآن يعني وفود الكاظمي تلف على الدول وصندوق الصندوق الدولي لكي تستدين منه مبالغ لكي توفر رواتب الموظفين. هذا من ناحية. الناحية الدولية التي يمكن أن تدعم هذا الموقف، إذا ما تحدثنا عن الموقف الأمريكي، هو فعلا ليس داعما لهذا الموضوع، لأنه لو داعم لهذا الموضوع، موضوع القضاء على الميليشيات، لما حصل بهذا الشكل. يعني أحيلك إلى القرار الذي صدر مباشرة بعد تعيين الكاظمي. أمريكا أعطت يعني إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 4 أشهر باستيراد الطاقة. هذا نعم هو دعم للكاظمي مثل ما قالوا، لكن هو هذا الشريان حياة اقتصادية لطهران أعطاها. كان ممكن لو أمريكا مصرة على القضاء على الميليشيات ومعطية الضوء الأخضر بأنها جاهزة لدعم الكاظمي ودعم قوة داخلية عراقية للنيل من الميليشيات، ما كان حصل هذا. ولذلك دكتور تمروا على لا سمح دكتور رافع، هناك ايضا دكتور رافع للعراق، هناك فريق ثاني آخر لا يسمع الدكتور وهم باستطاعتهم هذا. دكتور اضيف الى هذا، دكتور رافع اسمع لي، هناك فريق ثاني سيارة وزير المالية الى السعودية والخليج قبل ايام ترى الحديث عن استثمارات عربية استثمارات سعودية في العراق. ماذا قال الميليشيات؟ على كل ايضا حتى الصوت من دكتور رافع وصلنا بشكل سيء غير سليم. نتوقف، مضطرين ان نتوقف عند هذا الفاصل القصير ايضا حتى تكون هناك فرصه لاصلاح الصوت مع دكتور رافع الفلاحي، وايضا ناخذ هذا الفاصل القصير ثم نعود لاكمال النقاش في حلقه الليله عن الكاظمي وقدرته على نزع سلاح الميليشيات وتحجيم الدور او الهيمنه الايرانيه في العراق. فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في قدرة الكاظمي على نزع سلاح الميليشيات الطائفية وتحجيم الدور أو النفوذ الإيراني في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الوهاب القصاب والدكتور ثامر العلواني. دكتور عبد الوهاب القصاب، من الواضح أن قضية الميليشيات وسلاح الميليشيات ودورها في العراق سيكون واحد من الملفات المهمة التي ستطرح على طاولة التفاوض في الحوار الاستراتيجي الذي سيعقد في شهر حزيران القادم بين حكومة الكاظمي والولايات المتحدة الأمريكية. هل تتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون في هذه القضية أكثر حسما وصرامة وتطلب من الكاظمي التعجيل بتفكيك هذه الميليشيات ونزع سلاحها؟ طبعا وهناك فريق أيضا أمريكي يطالب بعدم الصبر أو منح مزيد من الوقت للكاظمي لإنجاز هذه المهمة، ولذلك حتى الميليشيات الآن مستنفرة ومستفزة
وواضح من التهديدات التي تطلقها ضد الكاظمي من مغبة المس بقضية الميليشيات وخاصة ميليشيا الحشد. هل ستكون هذه نقطة حيوية ورئيسية في الحوار استراتيجي برأيك؟ دكتور عبد الوهاب يسمعنا؟ نعم اسمعك بس كان مقطوع الخط. طيب. اذا كنت تسالني على يعني لحقت على نهايه سؤالك. اعيد 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 دكتور قضيه الميليشيا. واضح السؤال. ايه تفضل اذا واضح تفضل. واضح يعني حقيقه هنالك يعني قاعده مهمه في السياسه، ليست هنالك في السياسه وفي العلاقات الدوليه قاعده صفريه، يعني ليس هنالك ان تكون او لا تكون. انظر في العالم، انظر كوبا والولايات المتحده مثلا الذين يمثلان يعني طرفي نقيض، ليست هنالك معادله صفريه. الان هل الولايات المتحده ستكون سعيده لو تمكن الكاظمي او غيره من تحجيم دور ايران في العراق؟ جواب نعم اكيد، لان العلاقه بين الولايات المتحده وايران هي علاقه تخادم وليست علاقه تحالف حقيقه. هذه عندما تكون علاقة تخادم، عندما ينتهي دور التخادم تنتهي. بعدين هنالك أيضا معادلة أخرى، أنه لا يجوز لطرف صغير أن يلعب مع الكبار. نحن هنا بإزاء طرف صغير التي هي إيران مقابل طرف كبير جدا التي هي الولايات المتحدة. فعندما تصبح إيران مؤثرة على مصالح الولايات المتحدة في هذا المكان وهي كذلك، ستكون الولايات المتحدة أسعد لو تمكن الكاظمي من القيام يعني بما ينبغي لتحديد دور إيران. هل يتمكن الكاظمي؟ هنا سؤال. أنا أشك بأن الكاظمي يتمكن من ذلك لأسباب كثيرة، يعني أقول منها سببان. السبب الأول هو أن الكاظمي من نفس النسيج، يعني أتى من نفس النسيج الذي يهيمن على العراق الآن. والسبب الثاني أن أدوات القوة الموجودة في يد الكاظمي لا تكفي، وهنا أشك في أن في هذه المرحلة. دكتور حتى مع التعهد بتقديم دعم وإسناد أمريكي كبير له لإنجاز هذه المهمة؟ لا، عندما يكون بالتأكيد، عندما يكون هنالك، عندما تأخذ الولايات المتحدة الأمر على عاتقها الموقف سيختلف. نعم. يعني أكيد لو أخذت الولايات المتحدة الموقف على عاتقها وبأنها ستقوم بمساعدة القوة الضاربة الموجودة لدى الكاظمي التي دربتها هي والتي هي جهاز الذي يسمى جهاز مكافحة الإرهاب، بالتأكيد المشهد سيتغير. لكن هل أن الظرف الداخلي في الولايات المتحدة حاليا، الكورونا من جهة، سنة الانتخابات من جهة ثالثة، والضغوطات الموجودة على الرئيس من جهة أخرى تساعد الرئيس حاول أن يتخذ خطوة يعني بأن دكتور وزارة هذا دكتور اسمح لي، هذا الصمت الأمريكي أو السكوت أو الصبر الأمريكي على قضية الميليشيات، هذا صمت متعلق بظروف المرحلة الحالية في الولايات المتحدة، هناك انتخابات في الشهر 11، هناك كورونا وغيرها، أم القضية لا زالت فيها مصلحة للولايات المتحدة؟ أعود وأقول لك من كما قلت في أول مداخلتي، ليست هنالك معادلة صفرية. نعم. ليس هنالك تحالف دائم غير موجود. ليست هنالك مصالح دائمة فقط، مصالح الولايات المتحدة في المنطقة أن تكون هي المهيمنة، ولذلك لن تقبل أن يكون هنالك شريك مهيمن. نعم. هذه حقيقة علينا أن نضعها أمامنا. لكن قل لي، هل أن الظرف الموجود في الولايات المتحدة حاليا يساعد على القيام بإجراء فوري لكبح إيران؟ هذا لن يكون متوفرا إلا في حالة واحدة، هي تعرض مصالح الولايات المتحدة لتحدي خطير. كالتدخل على قوة الأبحار الأمريكية الموجودة، كضرب مناطق القيادة الأمريكية الموجودة في المنطقة، ذلك لأن التخويل قد صدر من الرئيس إلى البنتاغون للتصرف. لكن أنا أرجع وأقول مرة أخرى، من الآن وحتى نوفمبر ليست هنالك إمكانية حقيقية للقيام
بعمل كبير لكبح لمساعدة يعني الكاظمي لكبح جماح الميليشيات. نعم دكتور ثامر العلواني، يعني هناك أيضا دوائر أمريكية تعتقد أن تفكيك الميليشيات وأيضا طبعا ربما يذهب بهذا الاتجاه بعض ضيوفنا، أنه على الأقل في الوقت الحاضر مهمة صعبة إذا لم تكن مستحيلة أن يقوم بها الكاظمي، إذا كانت هذه المهمة عصيبة جدا بل وربما قد تكون مستحيلة، إذا لماذا هذا التسويق الإعلامي والسياسي للكاظمي وأنه هناك مراهنة عليه ويجب أن يدعم ويجب أن يسند في إنجاز هذه المهمة؟ ما الغاية إذا كان هم يعتقدون أنه هذه مهمة مستحيلة على الأقل في الوقت الحاضر؟ حقيقة أمريكا هي تريد تسيير العملية السياسية بشتى الطرق بأي وسيلة، لا تريد إنهاء العملية السياسية فيما يتعلق في ملف الميليشيات. إذا جئنا إلى المعطيات، المعطيات على الأرض هي التي تحدد مصير النتائج. من خلال المعطيات على الأرض والوقائع، وهي أهم شيء يمكن أن يستند عليه، أقول للمشاهد الكريم ليست هناك نوايا لإنهاء ملف الميليشيات. الكاظمي كما قلنا زار مقر الميليشيات وصرح بأنه خادم لهم وأنه داعم لهم، فمن غير المنطقي ومن غير المعقول أن نقبل تحليلات بعيدة عن الواقع وتخالف المعطيات على الأرض. أنا أقول هذه تذهب إلى أحلام العصافير، من يحلمون أحلام العصافير ويتمنون إنهاء الميليشيات على يد الكاظم. الحقيقة أنا أذهب إلى تقرير إحدى المجلات الأمريكية، عندما تولى الكاظمي رئاسة الحكومة وكل برئاسة الحكومة، نشرت إحدى المجلات الأمريكية تأييد تقول نظام فاسد للغاية، لا أحد يستطيع إنقاذ العراق. التقرير يقول وإن كان الكاظمي كفوءا لكنه لن ينقذ العراق لأن النظام السياسي في البلاد فاسد للغاية. يبقى السؤال حول ما قد يمكن للكاظمي أن يفلح فعلا في إخراج العراق من أزمته الحالية، من نفقه المظلم، إنقاذ البلد من تبعات الاقتصادية السيئة، النظام الصحي المتدهور التي تضرب بالعراق. لا يمكن، لا أحد يستطيع إنقاذ العراق، لأن كل ما يجري هو بسبب سوء العملية السياسية التي بنتها أمريكا. فحتى لو كان الكاظمي نزيها في مهنته، حتى لو كان الكاظمي لديه رغبة في إنقاذ العراق، فلن يقدر على إنقاذ العراق من المشاكل لأنها غير قابلة للحل. والسبب طبعا أنها بنيت العملية السياسية على أساس هش، على أساس أعوج غير سليم، وهي لا تحظى إلا بدعم أمريكي وبدعم دولي يخالف رغبة الشعب العراقي. ولو افترضنا، جدلا سلامة النوايا وأن هناك نية للكاظمي في أن يصلح الوضع في العراق، ومن أهم ملفات الوضع في العراق إصلاحه وملف الميليشيات وإنهاء، فلا يمكن له ذلك لأن الأحزاب السياسية في العراق تخضع بالولاءات أولا إلى دول أخرى مثل إيران وأمريكا، وأولا قواها نافذة في العراق ستمنع الكاظمي وغير الكاظمي من الإصلاح، وهو طبعا لا يمكن الكاظمي أن يقبل على هذا الأمر. فإذا لا يمكن لا للكاظمي ولا لغيره أن يصلح وأن ينهي ملف الحشد، لأن النظام السياسي أصبح بنظام مثابة نظام غنائم، بالإضافة إلى فساد السياسيين والأحزاب. هذا ما استغلته إيران أيضا واستفادت منه من ضعف هذه الأحزاب وتكالبها على الغنائم. إذا إنقاذ العراق ليس بالكاظمي ولا غير الكاظمي، لأن النظام السياسي في العراق فاسد، والأمريكيون للأسف مشتتون أيضا مع أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط، فهذا كله لا يصب في مصلحة العراق ولا يصب في خدمة الشعب العراقي. والميليشيات باقية، وإن حجمت فهي ستكون على مستوى إعادة التوازنات ما بين الميليشيات وبين القوات العسكرية هي التي هي بالأصل هي توالي إيران. نعم دكتور رافع الفلاحي، واضح أن قوى السلطة
يعني الطائفية، ميليشيات وأحزاب طائفية غير مرتاحة لهذا التوجه الأمريكي الجديد، والضغط أيضا على الكاظمي بقضية تفكيك الميليشيات وسحب أسلحتها. هل تعتقد أنها قلقة وتأخذ هذه الضغوط أو التهديدات على محمل الجد؟ وأيضا الأمريكان، أيضا الأمريكيون قد يكون لهم موقف آخر مغاير إذا ما شعروا أن هناك تقاعسا أو مماطلة من قبل الكاظمي في تحجيم هذه الميليشيات، وفي ضوء الحقيقة المواجهة على الأقل السياسية والإعلامية والاقتصادية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وأمريكا يعني صراحة أنه هذه الميليشيات الموجودة هي بالنهاية أدوات إيران. هل تعتقد أن هذه الميليشيات خائفة قلقة من هذا التوجه الأمريكي الجديد في التعاطي معها؟ لكي تكون الصورة واضحة علينا أن نقول أنه قرار تصفية الميليشيات أو تحجيمها أو إنهائها من عام 2003 لحد الآن في ظل هذا النظام اللي شكل الاحتلال من عام 2003 لغاية الآن، القرار في هذا الموضوع ليس قراراً بيد حكومة عراقية، يعني بغض النظر عن إن كانت ولائية هواها إيراني هواها أمريكي، القرار ليس بيدها، القرار بيد أمريكا إن كانت تريد أن تنهي هذه الكاسة فيها سواء مع إيران. عندنا مشكلة بالصوت مع الدكتور رافع. لا هذا خطأ، لا الكاظمي ولا غيره يمتلك هذا القرار. وبدليل، أنا يعني قبل الدليل أريد أن أقول أنا وافق على ما جاء في حديث الأخوة وبالذات الدكتور عبد الوهاب عندما قال إنه منا للشهر 11 نعم لا يمكن أن نتوقع شيء من أمريكا. نعم، بعد الشهر 11 إذا ما ترامب فاز بدورة ثانية يمكن أن نتوقع شيء، وإيران تراهن على هذا الموضوع أيضا، لأنه واحد من المسؤولين الكبار الإيرانيين ولم يصرح عن اسمه قال أحيانا ينبغي لك أن تأخذ خطوة إلى الخلف وتراقب وتخطط بناء على الحقائق التي على الأرض. ماذا يعني هذا؟ هو يتحدث عن الوضع في العراق. ماذا يعني؟ يعني نحن الآن قبلنا بالكاظمي، قبلنا بغيره، قبلنا بالوضع لأن وضعنا سيء، والوضع الأمريكي غير قادر أن يفعل شيء، وننتظر. هم موعودين إذا ما كان الديمقراطيون سيفوزون الوضعية ستكون غير شكل، والعلاقات مع إيران غير شكل، وإذا ما فاز ترامب ربما ستغير المعادلة إلى المواجهة. فإذا هم هذه الفترة كلها لا الميليشيات خائفة ولا إيران خائفة ولا أحد خائف، هناك تهديدات مجردة، هناك محاولة لبروباغندا لتضليل وجعل الكاظمي شيء كبير دكتور بالنسبة للعراقيين. دكتور في هناك دكتور رافع يحتاجون فيه دكتور اسمح لي، هناك مؤشرات على هذا القلق أو الخوف من الميليشيات. أنت تعلم أن الميليشيات بعد تهديداتها بقتل الأمريكيين، بطردهم من المنطقة والعراق بعد مقتل سليماني والمهندس، الآن الخطاب ونغمة الخطاب تغيرت من خطاب تصادمي إلى تصالحي ودعم أمريكي. وهناك أيضا خطوة لافتة أن هناك 4 أو 5 ميليشيات هي فرقة العباس والإمام علي وعلي الأكبر وأنصار المرجعية كانت ضمن الحشد، المرجعية سحبتها من الحشد ويعني أخرجتها من الحشد خوفا من مواجهة أمريكية أو استهداف أمريكي. إذن هذه مؤشرات أن هناك خوف فعلا. أستاذ ماجد، ربما هذا يفسر خوفا، ربما يفسر تكتيكا، لكن في نفس الوقت أنت تتحدث عن هذا الموضوع لأول مرة. نجد صور في بغداد ترفع في محافظات كثيرة، الخميني وقامنئي وقاسم سليماني وزعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي. نعم. وأيضا يعني استعراضات لقوات كبيرة بما يسمى بيوم القدس، استعراضات للميليشيات، هذا جزء. الجزء الثاني أنه الميليشيات هي أدوات إيرانية للمشاكسة، للتشويش، للضغط. هاي محاولات للتشويش والضغط
والكلام القوي والتهديد للكاظمي وتهديد العراقيين، هذه موجودة. المظاهر الميليشيات في الشارع لم تنحصر بل زادت. نعم المراهنة ربما مثل ما قال ربما بالسؤال الأول كنت تتحدث ويا الدكتور عبد الوهاب، المراهنة الأساسية على ثورة شعبية عراقية. لكن هذه الثورة الشعبية العراقية يجب أن تجد أضواء خضراء لكي تمضي في طريقها، وإلا ممكن أن تقمع مثل ما حصل، ممكن أن يسكت عنها، ممكن أن تعتم، ممكن كل شيء يحصل. الآن في هونغ كونغ يعني أعداد قليلة خرجت، الدنيا قامت ولا تقوم رغم النظوف. أشكرك دكتور، أيضا الصوت بمشكلة. أشكرك دكتور رافع. دكتور عبد الوهاب القصاب، يعني خلينا نتحدث ما بعد شهر 11 تشرين أول القادم، وطبعا قضية الانتخابات الأمريكية. هل تعتقد أن الأمريكيين أو الفريق الأمريكي الذي يطالب بالصبر على الكاظمي ودعمه وإسناده لإنجاز مهمة تفكيك الميليشيات سيكون هو رأيه هو المتغلب أو السائد أو الموصى به لسحب الميليشيات؟ وهل تعتقد أن هذه المهمة التي يطالب بها الأمريكيون من الكاظمي سيكون طلب فوري بتفكيك هذه الميليشيات وتحجيمها وسحب أسلحتها، أم أن الأمريكيين سيقبلون بتفكيك متدرج وعلى مراحل خاضع للتقييم في كل مرة لكنه ليس بوقت مفتوح؟ أو يعني تمام، من الآن إلى شهر تشرين ثاني نوفمبر الوضع رجراد، يعني يتحمل البديلين، يتحمل أن تكون هنالك ضربة فيما إذا استفزت إيران أو الميليشيات مصالح الولايات المتحدة بشكل جذري، وسيكون مؤجلا إذا لم يحصل ذلك. يعني هذه حقيقة علينا أن نأخذها بنظر الاعتبار. كيف تتم عملية إزالة الميليشيات بشكل متدرج أو بشكل فوري؟ أنا أشعر بأن ضربة قوية على الميليشيات التي استهدفت مصالح الولايات المتحدة وأفراد الأفراد الأمريكيين في العراق ستكون كافية لكي تردع ميليشيات أخرى من أن، يعني إيران معروفة، ارجع إلى أيام الحرب العراقية الإيرانية وعندما كان الملايين من هؤلاء الفسيج يستعرضون ويقولون كربلاء والطريق إلى القدس من كربلاء، وكل هذا كان هراء. يعني إيران معروفة بصوتها العالي الأجوب الذي لا، يعني لا نتيجة له. كما قلت الموضوع في العراق أساسه الثورة الشعبية، وأساس انتشار الثورة الشعبية أيضا بالمناسبة، وعندما تنتشر قاعدة الثورة الشعبية وعندما يسحب البساط من تحت أقدام هذه الميليشيات، عند ذلك يمكن أن يتغير الموقف جذريا في العراق. أنا أشعر بأن غد العراق ليس كأمسه، أنا أشعر بأن ليس لإيران في مستقبل، لإيران مستقبل في العراق، وأن إيران تتدحرج الآن. إيران اقتصادي أساسا المستودع الاقتصادي. هل دكتور عبد الوهاب، هل تلمس أو ترى أن الميليشيات تشعر بقلق وخوف حقيقي من هذا التوجه الأمريكي معها، وهي التي كانت أكبر داعم لهذه الميليشيات في حربها ضد القاعدة؟ نعم. ضد قبلها المقاومة الوطنية العراقية، ضد تنظيم داعش، الآن هناك توجه ومزاج أمريكي مختلف تماما. والميليشيات بدأت تتماهى في مراحل معينة، سمعنا من قال بأنهم يحتاجون إلى الجهد الأمريكي، ينظرون إلى مستقبل آخر. نعم. هذه تصريحات موجودة. الحقيقة كما قلت لك، أنا أشعر بأن لم يعد لإيران حظوظ كبيرة في العراق، الموضوع موضوع زمن. وأنا أشعر أيضا، وهنا سأزيد مقولة، حتى إذا أتى الديمقراطيون إلى الحكم في الولايات المتحدة تبقى بالنسبة لهذا البلد مصالحه هي الأعلى، لن تعد هنالك لعبة أوباما قابلة للتكرار مرة أخرى. ذلك لأن الناس وعوا بأن إيران هي خطر حقيقي على
مصالح الولايات المتحدة في منطقة المشرق العربي عموما. أشكرك دكتور عبد الوهاب القصاب، زميل الزائر في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة في واشنطن، وأشكر أيضا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا أشكر الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق وكان معنا عبر سكايب، دكتور أيضا رافع كان عبر سكايب. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.